بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية صفحة 220: ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره. فالقرآن العظيم كلام الله لفظا ومعنى. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا يا رب العالمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه. أهل البدع يقولون القرآن حكاية عن كلام الله، يعني ليس هو كلام الله لكن حكاية عنه، فهذا قول باطل. والكلابية يقولون القرآن حكاية عن كلام الله، عبارة عن كلام الله، وهو قول باطل. والحق أن القرآن العظيم كلام الله لفظاً ومعنى، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئاً لا إلى من قاله مبلغاً مؤدياً. وهو كلام الله حروفه ومعانيه، الحروف كلام الله والمعاني كلام الله، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. جعل المصنف الإمام ابن تيمية رحمه الله الإيمان بأن القرآن كلام الله داخلاً في الإيمان بالله، لأنه صفة من صفات الله، الكلام صفة من صفات الله، فالقرآن كلام الله صفة من صفاته، فلا يتم الإيمان به سبحانه إلا بها بأن القرآن كلام الله، إن إذ الكلام لا يكون إلا صفة للمتكلم، والله سبحانه موصوف بأنه متكلم بما شاء متى شاء، الله يتكلم بما شاء متى شاء، وأنه لم يزل ولا يزال يتكلم، بمعنى أن نوع كلامه قديم، وإن كانت آحاده لا تزال تقع شيئاً بعد شيء بحسب حكمته سبحانه وتعالى. وقد قلنا فيما سبق إن الإضافة في قولنا القرآن كلام الله هي من إضافة الصفة للموصوف، فتفيد أن القرآن صفة الرب سبحانه، وأنه تكلم به حقيقة بألفاظه ومعانيه بصوت نفسه جل جلاله. فمن زعم أن القرآن مخلوق من المعتزلة، المعتزلة طائفة ضالة يقولون القرآن مخلوق، وهذا قول باطل، فقد أعظم الفرية أي الكذب على الله، ونفى كلام الله عن الله وصفاً، وجعله وصفاً لمخلوق، وكان أيضاً متجنياً على اللغة، فليس فيها في اللغة متكلم بمعنى خالق للكلام، ليس هذا في اللغة. ومن زعم أن القرآن الموجود بيننا حكاية عن كلام الله كما تقوله الكلابية طائفة من أهل البدع، يقولون أن القرآن عبارة عن كلام الله، يعني ليس هو كلام الله لكن عبارة عن، وهذا قول باطل. فالقرآن كلام الله حروفه ومعانيه، أو أنه عبارة عنه كما تقوله الأشعرية
الأشاعرة يقولون القرآن عبارة عن كلام الله، يعني ليس هو كلام الله لكن عبارة عن، وهذا قول باطل. فالقرآن العظيم كلام الله حروفه ومعانيه جل جلاله. فقد قال هؤلاء الكلابية والأشعرية بنصف قول المعتزلة، المعتزلة قالوا مخلوق وهؤلاء قالوا حكاية وعبارة، نصف كلام المعتزلة وكله باطل. حيث فرق بين الألفاظ والمعاني فجعل الألفاظ مخلوقة والمعاني عبارة عن الصفة القديمة، كما أنه ضاها أي شابه النصارى في قولهم بحلول اللاهوت وهو الكلمة في الناسوت وهو جسد عيسى عليه السلام، إذ قال بحلول المعاني التي هي الصفة القديمة في هذه الألفاظ المخلوقة فجعل الألفاظ ناسوتاً لها. فكفر النصارى حيث قالوا هو الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة، فعيسى عليه السلام هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم عليه السلام. والقرآن كلام الله حيث تصرف فيه، فحيث تصرف فمهما كتبناه في المصاحف أو تلوناه بالألسنة لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله، لأن الكلام كما قال المصنف الإمام ابن تيمية رحمه الله إنما يضاف إلى من قاله مبتدئاً، فالله عز وجل هو الذي قاله قال القرآن مبتدئاً لا إلى من قاله مبلغاً مؤدياً. وأما معنى قول السلف رحمهم الله منه بدأ وإليه يعود فهو من البدء، يعني أن الله هو الذي تكلم به ابتداءً لم يبتدأ من غيره، ويحتمل أن يكون من البدو بمعنى الظهور، يعني أنه هو الذي تكلم به وظهر منه لم يظهر من غيره. ومعنى إليه يعود أي يرجع إليه وصفاً لأنه وصفه القائم به، وقيل معناه يعود إليه في آخر الزمان، القرآن يعود إلى الله في آخر الزمان أي يرجع إليه، معناه يعود إليه في آخر الزمان حين يرفع من المصاحف والصدور كما ورد في أشراط الساعة أي في علامات القيامة. قال المعلق يشير إلى ما رواه ابن ماجه والحاكم والبيهقي، الحاكم في المستدرك والبيهقي في شعب الإيمان رحمهم الله، عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما مرفوعاً عن النبي صلى الله عليه وسلم يدرس الإسلام. قال المعلق يدرس بمعنى ينقرض، يدرس الإسلام كما يدرس وش الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدق ولا يسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية، وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله، فنحن نقولها الله أكبر. فعلينا أن نجتهد في تلاوة القرآن العظيم والعمل به، اللهم وفقنا لذلك وأهلنا وأولادنا والمسلمين. قال الحاكم رحمه الله حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. وقال البوصيري رحمه الله في زوائد ابن ماجة رحمه الله هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. وقال ابن حجر رحمه الله في فتح الباري إسناده قوي، وصححه الألباني رحمه الله في صحيح سنن ابن ماجة، والوادعي رحمه الله في الصحيح المسند،
فالقرآن يرفع، وعلينا أن نعتني به ونتلوه ونعمل به. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وأما كون الإيمان بأن القرآن كلام الله داخلاً في الإيمان بالكتب، فإن الإيمان بها إيماناً صحيحاً يقتضي إيمان العبد بأن الله تكلم بها بألفاظها ومعانيها، وأنها جميعاً كلامه هو لا كلام غيره، وهو الذي تكلم بالتوراة بالعبرانية وبالإنجيل بالسريانية وبالقرآن بلسان عربي مبين. وقد دخل أيضاً فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبملائكته وبرسله عليهم الصلاة والسلام الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عياناً بأبصارهم، كما يرون الشمس صحواً ليس بها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته. اللهم ارزقنا النعيم بالنظر إلى وجهك الكريم يا رب العالمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. قال المعلق: يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله تعالى. قوله: وقد دخل أيضاً فيما ذكرناه، تقدم الكلام على رؤية المؤمنين لربهم عز وجل في الجنة، كما دلت على ذلك الآيات والأحاديث الصريحة، فلا حاجة بنا إلى إعادة الكلام فيها. قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. اللهم ارزقنا النظر إلى وجهك العظيم يا أرحم الراحمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. غير أن قوله يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة قد يوهم أن هذه الرؤية أيضاً خاصة بالمؤمنين، ولكن الحق أنها عامة لجميع أهل الموقف، يعني في العرصات في أرض القيامة، حتى حين يجيء الرب عز وجل لفصل القضاء بينهم، كما يدل عليه قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. قال المعلق: انظر رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لأهل البحرين في رؤية الكفار ربهم من مجموع الفتاوى، فقد فصل فيها الشيخ رحمه الله وفي الرسالة فوائد تربوية عظيمة. وانظر الفصل الثالث من كتاب دلالة القرآن والأثر على رؤية الله تعالى بالبصر للشيخ عبد العزيز الرومي. قال: أقول بل ما يفيده ظاهر كلام شيخ الإسلام رحمه الله من أن الكفار لا يرونه في عرصات القيامة هو الحق، كما يفيده قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. فقسم الوجوه إلى قسمين: ناظرة وباسرة، وظاهره أنها غير ناظرة، وذلك في يوم القيامة. ويدل لذلك أيضاً قوله تعالى:
كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. الكفار محجوبون عن الله، والمراد به يوم القيامة، يوم يقوم الناس لرب العالمين. ويدل لذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبعه، إلى أن قال: وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فيأتيهم الله في صورة غير صورته التي يعرفون. وفي حديث آخر: إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، فلا يبقى أحد كان يعبد غير الله إلا يتساقطون في النار، حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر أتاهم رب العالمين. وفي حديث آخر: يجمع الله الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم. قال: وينزل الله في ظلل من الغمام من العرش إلى الكرسي على ما يليق به، ثم ينادي مناد: أيها الناس، ألم ترضوا من ربكم الذي خلقكم ورزقكم وأمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، أن يولي كل إنسان منكم ما كانوا يتولونه ويعبدون في الدنيا، أليس ذلك عدلا من ربكم؟ قالوا: بلى. فينطلق كل قوم إلى ما كانوا يعبدون ويتولون في الدنيا. قال: ويبقى محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، فيأتيهم الرب عز وجل. ويدل لذلك ما جاء عن السلف الصالح رضي الله عنهم من أن الكفار لا يرون الله. قال محمد بن عبد الله بن الحكم، وقد سئل: هل يرى الخلق كلهم ربهم يوم القيامة؟ قال: لا يراه إلا المؤمنون. وقال السفاريني رحمه الله في شرح عقيدته: وقد قيل إن الكفار كالمنافقين يرونه ثم يحجبون عنه، فتكون الحجبة حسرة عليهم. وخص النووي رحمه الله الخلاف بالمنافق، وأما الكافر غير المنافق فلا يراه تعالى اتفاقا، كما لا يراه غير العقلاء من سائر الحيوانات. والله أعلم. وأما استدلال المؤلف رحمه الله بالآية فغير صحيح، فإن الإتيان لا يلزم منه الرؤية، فقد يأتي الآتي إلى المكان فيراه البعض ولا يراه البعض الآخر كما هو مشاهد. ثم إني رأيت في حاد الأرواح اسم كتاب لابن القيم رحمه الله أن في المسألة ثلاثة أقوال لأهل السنة: أحدها لا يراه إلا المؤمنون، الثاني يراه جميع أهل الموقف من مسلم وكافر ثم يحتجب عنه الكفار، والثالث يراه المؤمنون والمنافقون دون الكفار. وقد قال قبل ذلك: فقد دلت الأحاديث الصحيحة الصريحة على أن المنافقين يرونه في عرصات القيامة، بل والكفار أيضا كما في حديث التجلي. لكن تأملت حديث التجلي فلم أجد فيه ما يدل على أن الكفار يرون ربهم على وجه صريح بحيث يصلح لتأويل ظاهر الآية: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فإن تأويلها يحتاج إلى نص صريح يقوى على تأويلها. نعم، في حديث التجلي إن المنافقين يرون الله تعالى، وهو يقوي القول الثالث الذي نقلناه عن ابن القيم. والله أعلم. قاله ابن عثيمين رحمه الله: اللهم ارزقنا النعيم بالنظر إلى وجهك العظيم، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. قال: والعرصات جمع عرصة، وهي كل موضع واسع لا بناء فيه. العرصة كل موضع واسع لا بناء فيه يقال له عرصة.
فصل. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. اللهم أعذنا من فتنة القبر. فأما الفتنة فإن الناس يمتحنون في قبورهم، فيقال للرجل: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك برحمتك يا أرحم الراحمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيقول المؤمن: ربي الله والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي. من كان مسلما يثبته الله: اللهم ثبتنا على الإسلام والإيمان. وأما المرتاب أي المتشكك، نعوذ بالله